بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول تقرير ارتحال القطب الشمالي المغناطيسي الذي صدر بعد تأخر عن موعد صدوره العادي. وللعلم أن الموقع أصبح مدفوعا ولم يعد مجانيا كما كان سابقا، ونحن نعلم لماذا كل هذا، فهو في إطار منع المعلومة عن الجميع والإخفاء الممنهج. المهم أنه صدر التقرير وجاء بتصارع قوي وسجل قفزة كبيرة مقارنة مع الأشهر السابقة التي كانت ما يقارب 5 أشهر الآن أو أكثر، لم تتجاوز فيها سرعاته 3 أميال شهريا. جاء هذا التقرير ليعلن عن قفزة وصلت إلى 5.1 ميل، أي أنه عاد للتصارع بنفس الوتيرة التي كان عليها قبل وصولنا إلى النقطة 40 درجة، حيث كنا نسجل هذه المسافة، أي مسافة 5 أميال. وحين وصولنا للنقطة 40 درجة بدأ في التذبذب بين تقدم طفيف لا يتجاوز 1.5 ميل وتراجع للخلف بنفس التصارع أيضا، وتسجيل توقفات في بعض الأحيان. والآن منذ بداية الشهر الماضي لاحظنا التأثيرات على الحقل المغناطيسي، لاحظنا تغيرا كبيرا في التأثير على الحقل المغناطيسي في تزايد ملحوظ للانتباجات، وسجلنا عدة انتباجات حقلية وأشباه انهيارات. وهذا دليل على أن المنبع الطاقي يتقدم نحونا. وهذا بالفعل ما أكده تقرير الارتحال للقطب الشمالي المغناطيسي حين صدر. فكما نقول دائما أن تقدم الكوكب المذنب نحونا يزيد من الاضطراب على الحقل المغناطيسي وتشوهاته، وكذلك تقابل أقطاب الكتلتين، الأقطاب الشماليين للكتلتين الأرض والكوكب المذنب، هذا يحدث تنافرا بين القطبين، وبالتالي زيادة ارتحال القطب الشمالي للكتلة الأصغر التي هي الأرض. ونحن الآن نتخطى الدرجة 40 كما يوضح الرسم أمامنا، فقد تجاوزنا هذه النقطة، وبالتالي سيزداد الشدود المناخي توحشا، والانزياحات القارية والزلازل ستبدأ في الانتشار، وكذلك طوران البراكين الخامدة كلما تعمقنا في الخطوط الأضعف للمجال المغناطيسي التي تبدأ من تجاوزنا للنقطة 40. وسنراقب ما سيأتي به الاصطفاف القادم لأبعد ذروة مدارية، ونرى أيضا هل سيستمر الارتحال القطبي على هذا التصارع أم سيتراجع أو قد يتباطأ أيضا. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.